τάτο τεκεσεβασμείο τα. القدس الاله الواحد امين. ليله مفرحه جميله جدا، تشريف صاحب القداسه البابا تودروس الثاني لبروشيه المعادي
ولكنيسة القديس العظيم الأنبا بشوي. كان قديما في مثل يقال أن البابا يزار ولا يزور، لكن ابتداء من المتنيح البابا كيرولوس السادس بدأ زيارة الكنائس، ثم تلاه المتنيح البابا شنودة الثالث في زيارات عديدة لعدة كنائس. البابا تودروس فاق الجميع في زياراته العديدة، كنائس في الإبراشيات، كنائس في القاهرة، كل الكنائس بتاخد بركة من زيارة سيدنا. أشكرك سيدنا على هذه الزيارة المباركة. هدف الزيارة هو افتقاد الشعب، الشعب الذي يفرح كثيرا على هذه البركة، ثم أيضا متابعة الخدمة في الكنائس والإبراشيات مع تشجيع الآباء الأساقفة والكهنة والخدام على تنظيم وترتيب الخدمات المتنوعة. حقيقة احنا سيدنا في إبراشية المعادي نفرح كثيرا في هذه الليلة بوجود قداستكم. زيارة نيافتكم لكنيسة الأنبا بشوي، يزورها قداستكم، بتزورها لأول مرة، تعطيها البركات الروحية. باسم الإكليروس والشعب في إبراشية المعادي نشكر قداستكم على تعبكم وعلى مجيئكم. لو قداستكم تسمح لي تعليق بسيط على الأحداث الموجودة السريعة، الأحداث الجارية الآن في الكنيسة، أحط بعض النقاط البسيطة. قداسة البابا في كل زمان هو صمام الأمان للكنيسة، لذلك يلتف حوله كل أبناء الكنيسة. أما مقاومة البطريرك في أي زمان هو انقسام للكنيسة، تزيد الخلافات التي لا يستفيد منها إلا المنتفعين من عدو الكنيسة الأول وهو الشيطان. ثانيا، لابد أن يحدث بين أعضاء الكنيسة اختلاف في الأفكار والأراء، احنا بشر ولينا أفكار متنوعة عديدة، وذلك حدث في الكنيسة الأولى بين الآباء الرسل القديسين الذين عندما اختلفوا جلسوا معا للحوار في محبة واتضاع، وكان البيان الذي صدر لأول مجمع كنسي رأسه وعنوانه رأى الروح القدس ونحن، فكان روح الله يقود المجمع بدون نزاعات ولا أغراض شخصية أو مكاسب أرضية ولا من محاربات شيطانية عمن هو الأول. لذلك كسكرتير للمجمع أدعو كل من له رأي وسياسة في الكنيسة أن يقدم ذلك بروح المحبة والخضوع لقداسة البابا. وأنا متأكد أن قداسته لا يمانع أبدا أن يسمع آراء المحبين المعتدلين في الكنيسة، خاصة الذين لا يبحثون عن منافع شخصية. حفظ الله كنيسته في سلام وهدوء، وحفظ الله قداسة البابا تودروس الثاني الذي نصلي معه ولأجله. قمص أثناسيوس فوزي وكيل المطرانية سيقدم الكلمات القادمة. في الحقيقة في البداية أنا عايز أقول لسيدنا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونبتهج في مزمور 118 آية 24. فسيدنا احنا كنا مبارح كنا في المجمع بتاع المعادي القداس والاجتماع في الكنيسة اللي نيافتك زرتها النهاردة بتاعت القيام،
وكان مطلب كل الآباء وقلبهم بيقول بنحبك يا سيدنا، بنحبك يا سيدنا، بنحبك يا سيدنا. علمتنا الأبوة بكل معانيها، بتحتضن وتطبطب على كل ولادك. علمتنا الافتقاد، ازاي احنا نفتقد اذا كنا نياف قداستك بتروح الكنائس وتفتقدها. اتعلمنا ازاي احنا كمان نفتقد ولادنا زي ما قداستك بتعمل. حقيقة سيدنا قلوبنا كلها بتعتصر وبتقول ان لقداستك بنحبك يا سيد. ربنا يخليك لي. دلوقتي مع لحن للشمامسة نقول في يهوديت 16 آية 2 بيقول سبحوا الرب بالدفوف، رنموا للرب على الصنوج. الشمامسة يقول لحن إيه؟ أغابي.
غابي معناه محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وعطية الروح القدس تكون مع الأقدس طباوي أبينا البابا تودروس الثاني بابا بطريرك المدينة العظمى الإسكندرية ومدينة إلهنا أورشليم والخمس مدن الغربية وليبيا والحبشة وأفريقيا. ده في اللحن الأولاني اللي كانوا قالوه الشمامسة. دلوقتي في ولاء لسيدنا البابا عايزين نقول له كم بيت شعر كده. لكن قبل بيت الشعر انا بقول له كده في صموئيل الثاني 5:10 يقول: وكان داود يتزايد متعظما والرب اله الجنود معه. الرب اله الجنود اكيد معاك يا سيدنا مع ابيات شعر لابونا القمص اشعياء لمعي. سيدنا الحبيب وراعينا المحبوب قداسة البابا تودروس الثاني، احنا فرحانين قوي في المعادي سيدنا، وكل مجمع كهنة المعادي وشعب المعادي خاضع تحت رجليك سيدنا، بيثق فيك ويثق في رعايتك، وكلنا سيدنا معاك وكلنا وراك سيدنا. اسمح لي انا الخص اللي انا عايز اقوله في كم بيت شعر كده. قداسة البابا المعظم كاروز ديارنا المصرية، من أولادك كهنة وشعب المعادي لكم منا كل تحية، شعب أحبكم وخاضع لكم ولأبوتكم الروحية، فأنت حكيم زماننا، أنت ربان الكنيسة في هذه البرية، خير معلم وخير مدبر في هذه الظروف المصيرية، فتعاليمكم تغذي نفوسنا، وجودكم بيننا أعظم عطية، تعلمنا منكم حب الوطن وكيف نحب مصر حتى في وقت الدسائس، فقلتم كنائس بلا وطن الأفضل منها وطن بلا كنائس، ودستم شياطين الفتنة وجعلتموهم ما بين يائس وبائس، وبصلواتكم نجت بلادنا وتخطت وعبرت الأحزان، وتعبرون بالكنيسة أمواج بحر ليست في الحسبان، رياح عاتية تهب بين حين وحين ليست للبنيان، وبكل حكمة وصبر وأبوة وحب تعبرون عبور الفرسان، ونحن نثق فيكم يا سيدنا وكل الإكليروس أسقف أو مطران،
فليسمح لي المحبوب أنبا دانيال مطرنا أن نكرر فرحنا وترحبنا بيك. داعينا الرب أن يديمكم لنا وللكرازة كلها ويخليك، ونحن جميعا وكل شعبك نحتمي تحت جناحيك بصلواتك عنا يا سيدنا دائما عند رفع يديك. الكنيسة دي كانت البداية بتاعتها سنة 1975، وبدأت الصلوات فيها بعد ما سيدنا نيافة الأنبا دانيال وصل معادي في 93. احنا نعمل فيلم دلوقتي مدته حوالي 9 دقايق بيحكي التاريخ من بداية الكنيسة وهي أرض فضاء لغاية لما بقي المجد العظيم دون. بس قبل ما نعلد الفيلم عايز أقول مزمور 125 آية 3 في صلاة الغروب بيقول: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. نقدم الفيلم دلوقتي. كانت الأرواح بتدور على النور. بدأت رحلة بناء كنيستنا في مكان ما فيهوش أي أمل. مثل المباني الموجودة يعني حد بالظبط كده عرب المعادي، ما كانش فيه بعد كده مباني. استقرينا فيه بعد ما تنقلنا في أكتر من مكان. وكانت المنطقة هنا كلها صفيح وما كانش فيه أي مباني بالطول. بيهتموا ما يبقاش فيه كده عشان ما يبقاش فيه هدد. فكان يخلوه بالصفيح علشان لو حد ينقله من مكان لمكان. كانت أقرب كنيسة وقتها على بعد ساعة مشي تقريبا من هنا. وكنا محتاجين نحضر القداس ونتنبه. لما لقينا ان الناس محتاجة سألنا سيدنا البابا شنودة ووافق لنا على عمل قداس شهري، وكان القداس ده بيتم من الساعة 3 للساعة 5. الله اتمجد أكتر في زيارة الأنبا دانيال للمنطقة سنة 1993، وقرر عمل قداس أسبوعي بالتبادل مع الآباء الكهنة على حي المعادي في كنيسة صغيرة مبنية من الفوق. عمل الروح القدس في المنطقة واهتمام ربنا بشعب المنطقة هنا من المكان القديم ده اللي كان حوالي 5 متر في 10 متر. قرر ان احنا نهتم بالمباني ونبني بقى كنيسة. وبعدها سيدنا الأنبا دانيال قرر بناء كنيسة، ولكن الطريق ما كانش سهل ابدا. واجهتهم تحديات كتير من نقص فلوس وعمالة، لكن رغم التحديات اتجمعوا كل شعب المنطقة بإيد واحدة. الحاجة الغريبة والحاجة الجميلة شعب المنطقة هنا مش عايز اقول لكم كانوا عاملين ازاي، اهتمامهم قد ايه ومحبتهم ويكون ربنا موجود في وسطهم هنا. فكان كل كبير وكل صغير وكل الشباب بعد ما يخلصوا شغلهم يسيبوا كل ده، بعد ما يخلصوا يجوا على الكنيسة يشتغلوا معانا هنا لحد الساعة حوالي 12 واحدة بالليل. واجهتنا مشاكل تانية علشان ارتفاع المنارة كان 45 متر، وتكلفتها كان وقتها غالية جدا، وما كانش في فلوس معانا غير خامات البناء. وقتها قررنا تاني نبني المنارة بايدينا، وظهرت ايد ربنا معانا وكانت اعلى منارة وقتها في المعادي. Thank you.
ربنا كمل عمله معانا وخلصنا كل الكنيسه. وكان اول قداس بقى في البدايه سنتر في السنة. ونشكر ربنا كمان ان ربنا تمجد اكتر لما رسم لنا ابونا كراس ورسم لنا ابونا بشوي بقت الكنيسة الجميلة اللي احنا موجودين فيها. سنة 2011 سيدنا كلفني اجي اخدم هنا تربية كنسية. انا حقيقة ما كنتش اعرف اي حاجة عن الكنيسة ولا عن الشعب ولا عن الخدام خالص، لكن حقيقي الموضوع كان بسهولة جدا. الخدام هنا مريحين والخدام هنا طيبين جدا وكان الشعب قليل. سيدنا بالضبط بعد سنة اترسمت كاهن في 8/6/2012 وابتدينا بقى نخدم تلبية كنسية والشعب ابتدى يكتر قوي قوي ويجينا من أقاصي المحافظات كلها، لدرجة ان احنا دلوقتي تقريبا بنخدم 1000 مخدوم في ابتدائي وزيهم اعدادي وثانوي وشباب بخلاف الناس اللي اتخرجوا. خدمة عندنا هنا قوية جدا والخدام رائعين حقيقي. يعني دلوقتي اجمالي الخدام 150 خادم او اكتر. عندنا تقريبا 13 فصل محو امية بنعلم على طول، والمجموعة اللي تجينا مش متعلمة حتى من البلاد التانية بنديهم حصص ونعلمهم وندخلهم المدارس ويكملوا معنا. في ناس كملت جامعة. شيء جميل جدا الخدمة هنا حقيقي، يعني لها بركة رائعة. يعني اي مشكلة عندنا او اي مشكلة عند حد من الاسر اللي بنخدمها ابونا علمنا كده، لو عندك مشكلة تعالى نعرضها ونحطها على المسبح، ولو حد مريض ولا حاجة نخلي الشعب كله يذكره قدام ربنا. وحقيقة بتحصل معجزات كتيرة او بتحصل حاجات حلوة كتيرة جدا. الشعب كله عندنا هنا روح واحد وكلنا قلب واحد. دعاني للخدمة كأمين عام للتربية الكنسية في شهر 9/22 وفي شهر 11/23 بالضبط يوم الحد 5/11/2023 دعاني للكهنوت باسم بشوي وخدت بركة ما استحقهاش، بركة اسم شفيع الكنيسة أنبا بشوي حبيب مخلصنا الصلاة. عرفت أكتر على شعب الكنيسة، على الخدام جوه الكنيسة دين جدا جدا لكنيستهم، من أكتر المجموعات اللي اتعاملت معاها طيبين قوي للكنيسة. الكنيسة بالنسبة لهم هي كل تحركاتهم وكل كيانهم، خصوصا الكنيسة في قلب البيوت رايحين جايين عليها، اللي رايح شغله بيعدي، اللي رايح مشوار بيعدي على الكنيسة ياخد بركة الكنيسة، فحاجة جميلة جدا جدا. وسط خدمتي مع الخدام في الفترة اللي خدمت فيها، السنة اللي خدمت فيها كأمين عام للتربية الكنسية، حقيقة لقيت في الخدام الغيرة على كنيستهم، محبة الكنيسة، التعب من أجل الولاد. بعد الكهنوت طبعا قربت من أبائي قدس أبونا شنودة وقدس أبونا كراس. حد الحقيقة اتعلم منهم كتير جدا جدا، اتعلمت منهم الصلاة واتعلمت منهم الخدمة اللي من القلب، وكلنا عايشين في محبة حقيقية، ايد واحدة وفكر واحد، ونحاول ننقل ده كمان لشعبنا العظيم اللي موجود جوه الكنيسة. أنا سنة أولى كهنوت في الكنيسة، ولكن الحقيقة كأني خدمت جوه الكنيسة لسنين كتير. يعني حبيتي لكل الشعب الصغير والكبير محبة قوية جدا جدا. ومن وقتها بقيت الكنيسة هي القلب النابض للحياة في المنطقة. الكنيسة مش مجرد مبنى، هي تجسيد لإيماننا ورغبتنا في مجتمع أفضل. بعد الجمال اللي احنا شفناه لازم نقول للرب باركي يا نفس الرب
ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب باستمرار، لأن الرب كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. دلوقتي مع كلمة للمهندس نادر إدوارد عن الأنشطة الاجتماعية. المهندس نادر إدوارد رئيس مجلس الكنيسة، تفضل. في البداية بنشكر قداستك على زيارتك للكنيسة، لأن هذه الزيارة كانت أمنية وحلم شعب الكنيسة، والآن أقدر أقول أن الأمنية تحققت والحلم أصبح حقيقة بحضور قداستك. أنا مش هطول كتير سيدنا، أنا هستعرض على قداستك باختصار شديد بعض الخدمات الاجتماعية اللي بتقدمها الكنيسة هنا للمنطقة والمناطق المحيطة بينا، وخصوصا لغير القادرين ومحدود الدخل. احنا شغالين في ثلاث حاجات يا سيدنا، في علاجي وتعليمي وسكني خيري. بالنسبة للعلاجي أقمنا هنا عيادة أسنان، دي بتعمل 5 أيام في الأسبوع وبتقوم بأعمال حشو وزراعة الأسنان، وكذلك تقويمها بأسعار طبعا مخفضة للغاية، باللغة النهاردة بنقول أسعار رمزية. عندنا كمان مركز علاج طبيعي يا سيدنا، ده بيشتغل 2 أيام في الأسبوع وبيقوم بعلاج الانزلاق الغضروفي العنقي والقطني، علاج خشونة المفاصل وبعد العمليات الجراحية، علاج التهاب الأعصاب، علاج التهاب الأوتار والعضلات، وعندنا الأجهزة الحديثة الكافية للأعمال دي، وطبعا برضو بأسعار مخفضة للغاية. وبندرس مع قداستك دلوقتي ان احنا عاوزين ننشئ عيادة عيون، المكان موجود والدكاترة موجودين، ربنا يوفقنا في ان احنا نوفر الأجهزة الخاصة بيها، فبندعم يعني دعنا يا سيدنا. بالنسبة للمجال التعليمي احنا اقمنا هنا دار حضانة، دي بتعمل 5 أيام في الاسبوع وذلك على مدار السنة بالكامل لخدمة العائلات اللي بيبقى فيها الزوج والزوجة بيعملوا وبيبقى عندهم مشكلة يودوا الولاد فين. الحضانة عندنا دي تحتوي على 4 فصول، فصل من 3 شهور لـ2 سنين وده فيه حوالي 10 أطفال، فصل من 2 لـ3 ويوجد ده فيه حوالي من 12 لـ15 طفل، الفصل الثالث من 3 لـ4 وفي حوالي 15 طفل، الفصل من 4 لـ5 ده فيه 12 طفل، وظيفتهم الأساسية إعداد الطفل للدخول المدرسة، بيعلموه النطق السليم، بيعلموه الحروف السليمة، بيعلموه برضو في السنة الأخيرة بعض اللغات وبعض الكتابة والأعمال الحسابية البسيطة. آخر حاجة بنعرضها على قداستك إن إحنا عندنا مدار للمغتربين، دي حوالي 20 غرفة كاملة، دي بحمام خاص ودي موجود فيها حوالي 40 طالب دول قادمين للجامعة هنا في مصر أو للجامعات المصرية من الأقاليم المحيطة بنا. طبعا ده بأسعار مخفضة للغاية، وكل الكليات اللي حوالينا في كليات قريبة، ودول الطلبة دول بيجونا من الأقاليم المحيطة بنا، وطبعا بيجونا ببحث اجتماعي بنعرف منه الحالة الاجتماعية بتاعت العائلة بتاعتهم، وكمان لازم يكونوا حسنين السير والأخلاق. في النهاية بشكر قداستك على زيارتنا، وكلنا كشعب بنقول لك بنحبك يا سيدنا، بنحبك يا سيدنا، بنحبك يا سيدنا. كلمة لأبونا القمص شنودة يوسف، أول كاهن سيمة على هذه الكنيسة، وموضوعها التعليم ومحو الأمية. بعد يا سيدنا ما تحقق الحلم الأولاني واتبنت الكنيسة، ونشكر ربنا، وده كان يعني فعلا حلم كبير جدا، وربنا تمجد من خلال سيدنا الأنبا دانيال وعملنا الكنيسة الحلوة دي. الحلم الثاني اللي كان بيقابلنا فيه 3 مشاكل هو التعليم، لأن كان أول حاجة وأول عقبة إن هم كانوا دايما يتنقلوا من مكان لمكان، ما كانش فيه استقرار، عشان كده ما كانش فيه يقدر يقعدوا ومدارس وحاجات زي كده. هو المشكلة التانية أبعد مدرسة لينا كانت بتحتاج لأكتر من ساعة مشي، فعشان كده كان فيه مسافة طويلة جدا. المشكلة التالتة طبيعة العمل، محتاج لكل أفراد الأسرة،
لكن نشكر ربنا وربنا تمجد. ورحنا قابلنا الناس اللي هم مسؤولين عن التعليم في الإدارة التعليمية أكتر من مرة، وحاولنا معاهم قالوا لنا طب وفروا أرض وإحنا نبني لكم مدرسة. وفعلا سيدنا وفرنا الأرض للمعلم إسرائيل وأسرته، تبرعوا بالأرض وقدرنا اللي إحنا نبني المدرسة. وهنا سيدنا الأمور كلها تغيرت، كل الناس ودت أولادها المدرسة والأمور بقت جميلة جدا، واللي إحنا كنا بنحلم بيه اتحقق، وبقى عندنا عدد الخدام من المنطقة وكلهم متعلمين. وعايز أقول يا سيدنا التعليم هنا مع الشغل كان صعب جدا، لكن قدروا يوصلوا بده، بقى عندنا مهندسين ودكاترة ومحاسبين وإدارة أعمال وتجارة إنجليش وكل الكليات والخريجين. فنشكر يا سيدنا، نشكر ربنا، لأن حتى الشمامسة اللي احنا وصلنا لأكثر من 400 شماس وكلهم باسم الصليب متعلمين وشهادات عالية، والخدام كمان. وبالنسبة لمحو الأمية، كان زمان يا سيدنا كل العربيات عربيات قارو، لكن عشان الظروف وبدأت تخش العربيات الجديدة، محو الأمية حل المشكلة ديت وقدروا ياخدوا شهادة محو الأمية ويبقوا سواقين ويسوق العربيات بتاعتهم. فبقى عندنا ان هو مركز كبير في أكثر من 13 فصل دلوقتي بنعمل فيه محو الأمية. فنشكر ربنا يا سيدنا ان الكنيسة بقى أولادها هم اللي بيخدموها، أولادها هم اللي مسؤولين عنها دلوقتي، ان كان في العيادات ولا حتى في مجلس الكنيسة أولادها اللي هم مسؤولين. يا سيدنا احنا فرحانين، وده الحلم الثاني. الحلم الثالث وجود قداستك في وسطنا هنا النهاردة، ما كناش بنحلم ده يا سيدنا. يعني ربنا ينفذ الحلم الاولاني يبقى في كنيسه، والحلم الثاني يبقى الشباب الجميل دوت والخدام الحلوين. على فكره سيدنا بقى اغلبيه الخدام اللي بيخدموا الكنيسه من ولاد الكنيسه، وده كان حلم كبير جدا. الحلم الثالث، ما احناش مصدقين ان قداستك موجود في وسطنا، احنا ما نستاهلش ده يا سيدنا صدقني. لكن زي ما قال ابونا بتعلمنا معنى الابوه ومعنى الافتقاد ومعنى قد ايه قداستك بتحب تروح لولادك مش بتستنى ولادك يجولك. بنشكرك يا سيدنا، والنهارده عيد للكنيسه عشان وجود سيدنا. اسمح لنا يا سيدنا ان ده يكون يوم عيد لينا كل سنه. ربنا يخليك يا سيدنا. مع كلمه لابونا القس كراز جرجس عن خدمة التربية الكنسية بالكنيسة. احنا يا سيدنا بنشكر نيافتك على الزيارة الجميلة والبركة. احنا بس عايزين يعني نعرف نيافتك بعض حاجات كده في التربية الكنسية. احنا تقريبا بنخدم 2000 مخدوم، 1000 ابتدائي بس، المنطقة كبيرة والعدد الأسر فيها كتير جدا والأطفال فيها كتير قوي. سيدنا الأنبا دانيال عمل لنا فكرنا تمهيد اعداد خدام، عملنا فصل التلمذة من خدمه اعداد. خفنا في المرحله دي ان العالم ياخد الولد الصغير، فقلنا نمسكه في الكنيسه بندرسه فيها في 3 سنين كتاب مقدس دراسه كامله، بندرسه عقيده، بندرسه تاريخ كنيسه، وبندرسه اهم حاجه تفسير ومعاني مقدمه في الاجبيه، ابانا الذي وبيصليها يفهمها ازاي، صلاه الشكر طفل الاعداد بيصليها ازاي، قانون الايمان عظمك، وبعض كورسات بياخدوها كده. من سن ثانوي برضه بقياده سيدنا انبا دانيال عملنا اعداد خدام 3 سنين، دي بقى على مستوى الابرشيه كلها منهج قوي جدا وتقيل، معتمدين برضه على قداستكم المنهج اللي حطيته في اعداد خدام خدناه، وعملنا مجموعه من الكورسات دي على مستوى الابرشيه كلها. كورس عن الإدمان، وكورس عن الحالات الصعبة، وكورسات عن سيكولوجية المراحل، وبينزل تدريب سنة وبعد كده بيجتاز امتحانات، وبعد كده بيبتدي سيدنا يديله في احتفال كبير كده شهادة ويتخرج.
بالنسبه لشباب الخريجين احنا بنعتمد على تثقيف الشاب ثقافيا واجتماعيا وروحيا، وبنعمل ندوات كتيره جدا. برضه سيدنا انبا دانيال بيعمل لنا لقاءات مع كبار المثقفين، وفي مؤلفين وفي كتاب، وقدستكم كنت باركت لنا في شباب الإبرشية كلها مرتين زوم ومره حضور في الإبرشية. فاتمنى يعني لو قدستكم كده تدينا من وقت قدستكم كده مره ثانيه نيجي لاجتماع الشباب. شكرا سيدنا، ربنا يخليك لينا. ودلوقتي مع الفقرة الجميلة جدا بتاعة كورال بيمنريت أولاد الكنيسة، بنقول لهم زي ما قيل في يوئيل 2:21: لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. يوئيل 2:21، تفضلوا.
دلوقتي مع الاجتهاد في العمل ونماذج مشرفة في السعي الدؤوب نحو تحسين حال المعيشة، ومعانا 4 بنات مبدعين وشاب هيقدموا أعمالهم، ودي آخر فقرة سيدنا بعد كده تقريبا خلاص في لا توعدني يا قدس قعد أحسن يبقى يبقى فين الحاكم فين أقبل الأيادي يا سيدنا. أنا أنا موهبتي الرسم، واستغلت الموهبة دي في إني أعمل توعية عن تقليل استخدام النفايات الغير متحللة زي البلاستيك، عشان البلاستيك فيه حوالي 8 مليون نفايات بلاستيك بتترمي في المحيطات كل سنة. عملت زي براند شنط كده فنون تطبيقية، عملت زي براند كده بتعمل توعية للناس، شنط مرسوم عليها تقليل استخدام البلاستيك موجودة. ما
انت من المنطقه هنا وفي كليه الفنون، فنون تطبيعيه قسم التصميم الداخلي والاساسي. خلصتي؟ خلصت. اتخرجت. خلصتي وابتديت بقى تعلميهم يطلعوا من الحاجات دي، من اللبس القديم بعمل له اعاده تدوير. اضبط الموضوع، اضبط الموضوع. ودي زي شنط توعيه للناس، عشان اكبر مشكله بتواجهنا ان احنا، وريني كده لو سمحتي. دي معموله منين؟ من ايه؟ قماش. قماش كتان. والرسم اللي عليها ده بدل البلاستيك. طباعه. 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 كويس. برافو برافو برافو. والتلوين. دي رسومات انا كنت برسم من 2020. بس قررت ان هي ما تبقاش موهبه بس، ان هي كمان استخدمها كتوعيه. دي القدسك. حاجه جميله خالص. برافو. مسك يا ساره. برافو يا ساره. وعندك فصل بقى بتعلميهم ولا بتعلمي مين؟ كبار ولا صغيرين؟ بعلم كبار وصغيرين في الكنيسه هنا من سنه. كنا عاملين زي مدرسه كده تعليم الاطفال، واتخرج حوالي 200 فرد من الكنيسه. برافو برافو يا ساره. متشكر متشكر. اتفضلي يا ساره. بصي كده بصي كده. برافو يا ساره. قبل الايادي قداسه الباب. اهلا بيك. انا ساره عيد من هنا، من ساره برضو. هو كل الشطار اسمهم ساره؟ وشركتي في الشغل برضه اسمها ساره. لا يبقى في موضوع بقى. انا من هنا من الكنيسه، من كنيسه الانبا بشوي. ايوه. ابتديت اكتشف الموهبه من 2020. طورت نفسي. الاول كنت شغاله لوحدي، حاليا فتحت ورشه للجمله، بنتج لمكاتب في العتبه، وبنتج بره مصر برضه، في تركيا وجورجيا وامريكا. ايه الشطاره دي؟ الشطارة دي. ودي عينة في الشغل. برافو برافو برافو. ودي هدية بسيطة. كل شغلك جلد؟ ايوه جلد طبيعي. وريني كده أجمل حاجة أنت عاملاها غير الهدية. خلي الهدية دلوقتي. دي أول شنطة عملتها. ما الواحد لازم يضمن حقه الأول. تعالي يا سارة. دي أول شنطة عملتها خالص، فمحتفظة بيها لنفسي. أول شنطة عملتيها خالص. برافو يا بنتي. برافو. وانت اللي عامله الجلد ده؟ أيوة. ده حرق صبغه وده صبغه. درستك ايه؟ انا درستي اساسا كليه اداب علم نفس القاهره. ملهاش دعوه بالجلد، ملهاش علاقه اساسا. وكنت بدي كورسات برضو. دي هوايه عندك؟ دي هوايه عندي. هوايه جميله خالص. ودي محافظ؟ دي محافظ. ده أول بوك عملته برضو. محتفظة بيه؟ أول شغل بعمله بحتفظ بيه. طبعًا. بقالك كم سنة في الشغل ده؟ 5 سنين. 5 سنين. برافو يا بنتي. برافو برافو. اتفضلي. دي هدية بسيطة خالص من الورش. ده من شغلك؟ دي شماسة للعربية. بتحطها كده في العربية. وتحط الكروت بقى من تحت وكل حاجه. شماسه العربيه هنعمل بيها ايه؟ اللي بيحطوا فيها الكروت. الكروت والورق وكل حاجه. ومحفظه. وجوه هنا في ايه؟ دي اختراع. اختراعك؟ بيخترعوا محفظه. محفظه جواها كراته. جواها كراته. بالكروت. اول مره اسمع كلمه كراته دي. اسم البراند بتاع الهاند ميد اسمه البراكليت. براكليت. برافو عليك. برافو. يعني الواحد لما يلاقي الشعار ده والاسم ده يعرف انه انتاج مين؟ سارة. برافو يا سارة.
قبل العياده قداسة البابا. اوعى تقول لي اسمك. لا 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 لا. قول. اسمي كرولوس حكيم. اسمك ايه؟ كرولوس حكيم. كرولوس. يمكن استلم باب شويه هنا. ايوه. وبقدم فن. سنه ايه؟ ايه؟ سنه ايه؟ اولى فنون تطبيقيه. اولى فنون تطبيقيه. اتفضل. بقدم فن اسمه اورجامي 3D. ده فن طي الورق. ودي نماذج عن الشغل بتاعي. الفن اسمه ايه؟ اورجامي 3D. اورجامي 3D. انا اعرف اورجامي بس اول مره اسمع 3D. ده فن طي الورق. ايوه. كله شغل ورق عامه. ومين علمه لك؟ اتعلمته في المدرسه. في المدرسه في ميس عندنا حصه احتياطي. وعلمتوني في الحصه الاحتياطي. ايوه. طلع لها نتيجه في الاخر. برافو. وده شغله كله ورق. ده زي مزود. ده ممكن افك واركبه تاني عادي. ورقه 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 ورقه. شايفين الجمال؟ ودي هديه لقداستك. هديه كمان. ده بغبغان. وانت اللي بتخترع الاشكال دي؟ تقعد تفكر فيها؟ ايوه. وبتذاكر ولا بتذاكرش؟ الاثنين. الاثنين. ما هي دي مذاكره. ايوه. دي مذاكره. حاجه جميله خالص. برافو يا كرولوس. برافو برافو يا حبيبي. برافو برافو. الهديه جميله. شكرا لك. قول لي يا كرولوس بتحلم بايه؟ انت بتحلم بايه؟ انتوا عندكم هنا الاحلام كتيره وابونا شنوده اتكلم على الاحلام. ها؟ اشتغل في التطوير العقاري. تشتغل في الايه؟ التطوير العقاري. التطوير العقاري ملوش دعوه بالشغل ده. ما دوت يبقى ديكور قسم من اقسام التطوير العقاري اللي جوه. التطوير العقاري. يعني انت ابتديت بقسم وهتعمل بقيه الاقسام. ان شاء الله. بص يا كرولوس. سقفتوا له. برافو يا كرولوس. برافو يا حبيبي. قبل الايادي سيدنا. اهلا وسهلا. انا اسمي مريم ابراهيم. مريم. حصلت على منحه الجامعات الخاصه من الولايات المتحده الامريكيه. ايوه. سنه 2016 من كوبتك اورفانز. خريجه اعلام جامعه بريطانيه. كويس. انا حصلت على المنحه في 2016 وانا في المنيا. وبعد كده جيت الدراسه هنا، فكنت في أنبا بشوي هنا، واتخرجت من اعلام 2021. واحب اشكر كوبتك اورفانس اول حاجه، وابونا القاموس متياس الانطوني ده اللي كان شجعني، واهلي اخواتي وماما، عشان ماما تعبت عشان كتير عشان اوصل للمكانه دي. ومعايا دلوقتي شهادات. شهاده المنحه. تعالي وريني. تعالي اتفضلي افتحي الفايل. هاتي الميكروفون. دي شهادة المنحة من اليو اس اي اللي كانت الممولة من الاي اي اي. ده المعهد التعليم الدولي. دي كان ممولينها مسؤولين عنها. الدراسة كانت اونلاين؟ لا. رحتي؟ رحت الجامعة. رحتي هناك؟ خدت بريدج اير في اليو سي الاول سنة. قعدتي قد ايه؟ قعدت من 2016 ل 2021. في امريكا؟ لا، ما خدتش الاستاد برود ساعتها، كان كورونا. تمام. كويس. فدي من الاي اي، دي المسؤول عن المنحه، هم اللي كانوا بيمول المنحه. ودي شهاده البريتش يونيفرسيتي اللي انا خدتها من لندن يونيفرسيتي. لندن ساوزبي. كويس خالص. شكرا. برافو عليكي. برافو يا ماري. برافو 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 يا بنتي. تفضلي هدية. ربنا معك. دلوقتي الدور بقى احنا بنشكر حبايبنا، مش عايز اقول ضيوف، ده دول على راسنا من فوق حبايبنا. نقدم ليهم هدية تذكارية صغيرة. يعني ربنا يبارك في حياتهم وتشرفهم لينا. قداسة البابا.
سيدنا الأنبا دانيال يقدم هدية تذكارية لقداسة البابا. الأستاذ أشرف منصور نائب محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية. سيد النائب رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ. سيد النائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب. السيد النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب. خلاص كده. سيد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب. مهندسة جيهان رئيس حي ترى. خلال تجهيز بقى كلمة سيدنا الشمامسة هيقولوا لحن الأنبا رويس عشان بكرة عيد الأنبا رويس. اتفضل. بسم الله واحد لا رب سوى وامدح كدس اصطفى بدي كلام يا اخوان امدح هذا الانسان ذكره على كل لسان مولود في منيات يامين في الغربية بيقين هذا الرجل الأمين بليوحى فاطمين أبو وإسحاق وموسى يعرفك مؤمن بالرب الخلاق بليوحى لما ولد سمايا فرج ودعيا وهو نظر ليلى بن يوحافاتيشي كان يعمل من صغره في الفلاح مع والده ويبيع الملح على جمله بن جمل قاعد صاغر يحرك راسه الصاغر فدعي رويس بتدبير بن يوحى باتيجي
أتى الشيطان اللعن بذكى للمسيحين فجاء إلى مصر لا من بني